عم ناخذ الدواء كله على الفاضي، حاسه ما له داعي. ما بيصير يا بنتي، بدك تعملي مثل ما قال لك الدكتور بالضبط. هاي الادويه شو رح تعمل يعني؟ يعني شو فايدتها؟ لا رح تزعليني منك فتون، ما سمعتي شو قال لك الدكتور؟ صدقيني كل هالادويه ما رح تفيدني. هاي الادويه بتريدي شيء ثاني؟ تفضلي يا بنتي. بلا ما نروح على البيت دغري، خلينا نتمشى، من زمان ما حركت حالي. بلا هلا، مو حابة امشي. طيب ومشاني ما بتغيري رأيك؟ شو رأيك نروح على السينما؟ صار لي سنين ما فتها. تفضلي. ما بدي شيء ابدا. خلينا نروح على البيت، انا تعبانة كثير وبدي نام. يا ريت عملت لك شاي عادي، هي ظروف مو طيبة. ما بتفرق كله شاي. فيني أسألك سؤال سيد هاني؟ شو بدك قولي؟ تعرف كيف نحدد جداول المراتب العشرية؟ هذا الدرس ما عم بفهمه، أكيد أنت بتعرفه منيح، إذا عندك وقت يا ريت تشرح لي. وأنت شو عرفك فيها؟ أنا عم أدرس دراسة حرة ورح أقدم البكالوريا. بالله؟ أنت عم تدرسي؟ مو باين عليكي أبداً. اي طبعاً لأنه طول نهاري بالمطبخ لهيك ما ببين علي، بس أنا عم بدرس. وكيف دراستك هلأ؟ بس رياضيات صعبة، لغة الإنجليزية كتير منيحة وباقي المواد ماشية. فاجأتيني، ما كنت متوقع أبداً. تشرح لي كم درس؟ ما في مانع، بس ما تكوني فكرتيني شاطر كتير، بس بمشي حالي. عادي اسألي، وإذا ما قدرت جاوبك منروح ومنسأل أستاذ المعهد. شكراً كتير سيد هاني. بدي اياكي يا عايده تبطلي لي هي شغله السيد هاني، نادي لي هاني وبس، اتفقنا؟ قسم العلاقات العامه عندكم مو كتير كبير. في عنا قسم علاقات عامه بتديره الست عليا، وبنتوسع فيه حسب المشاريع. بس قصر الثقافه بيلزمه نشاط واسع بالعلاقات العامه. مشان هيك انتو هون انت زينب. المشروع بتترأسه مهندستين من عنا. عرفت. واحدة منهم الست شهرزاد والتاني الأنسة منى. راح تاخذوا موافقتهم بكل خطوة بتخطوها. الأنسة منى عندها اجتماع تاني. ايه شو عليه؟ ظافر بيك عنده خبر بكل هالنقاط مو هيك؟ ايه طبعا، القرار مشترك. ايه فردوس؟ الست فريدة اجت لعنا، قلت لحالي بخبرك أنور بيك. في شي مهم؟ لا ما في شي. حضرتها ناطرتك، بدك تتأخر شي؟ أنا جاي. طيب أنور بيك بده شوي وبيجي. شو صاير؟ ما في شي، بس مضطر إني روح، ما رح أقدر كمل الاجتماع. خد راحتك. خبروني شو بصير معكم. طيب تصبحوا على خير، يعطيكم العافيه. وهلا اذا بتحبوا منبلش بنقاش عام حول الموضوع. ماشي كتير منيح. انور، أنور اسمعني، أنا ما ربيتك مشان آخر شي تصير أبلة ولد من واحد غيرك. أنا ما عم بفهمك، إذا كنت أبلة أولادي ولا لأولاد واحد غيري شو رح تفرق معك أنت؟ كيف؟ أنا بدي أحضن ابني يعني حفيدي. مهم حفيد، وين المشكلة؟ أكيد هي نزوة عابرة مو أكتر، وأنت بتعرف كيف هيك نزوات بتخرب حياة الإنسان. أمي أنا بعرف حالي منيح، وهي مانا نزوة عابرة أبداً. شهرزاد أنا بحبها وحبيت واحدة غيرها قبل. أمي تتذكر؟ ليش عم تعملي هيك؟ ليش عم تعذبيني وتذكريني بتجربة ما بحبها أبداً؟
ولا شو برأيك؟ هديك التجربة ما كانت حب، بس شهرزاد حب حقيقي. انت ليش ما بدك تخليني احب وعيش حياتي مثل ما بدي؟ قليل ادب، انت عم تحكي مع امك فانتبه لكلامك. امي، شهرزاد انسانة كتير ظريفة، لا تظلميها بهالطريقة، وبتمنى ما تتسرع بحكمك عليها. كيف عم بتسرع بالحكم عليها؟ هي هي الحقيقة، شهرزاد خانم واحدة أرملة. شهرزاد هي الإنسان اللي بحبها. اسمع، إذا كنت أمك وفي إلي عندك شوية كرامة تنساها وما تفكر فيها أبداً. أنت مو معترضة على شهرزاد، أنت رافضة وجود أي وحدة بحياتي. بيجوز يكون مرحوم أبوك قدوة سيئة إلك، بس أنا ما تخليت عنك وفنيت عمري كله إلك. بابا شو جاب سيرته هلأ؟ أنت نسيت شو وعدتني من فترة؟ مو قلت لي إنك ما رح تخوني ولا رح تتخلى عني أبداً؟ هلأ وين الخيانة؟ يعني إذا حبيت واحدة وبدي أتزوجها بكون عم خونك؟ للأسف أنا ما بقى أثق بكلامك أبداً. انسى. أمي، تفضل حبيبي. بابا وينه؟ ما بعرف وينه، يمكن بغرفته. ماما ليش سكبتيلي كل هالقد؟ يلا يلا. اي كتار، أصلاً مو قدران حط شي بتمي. برهان ليش ما ناديت اللي أنا كنت بجيب لك؟ ما في داعي، مو عاجز إني أشرب لحالي. سألوا السبع بالزمانات ليش رقبتك تخينة؟ قام قال لهم لأني بشتغل شغلي لحالي. برهان بعدي؟ لإمتى رح تضل محارب ابنك وما ترضى تقعد معه وتحاكي؟ يا ناهدة، ما في داعي أحكي كتير ووجع راسي. بترجاك يا برهان، مو معقول يضل البيت هيك. هذا الشيء مشان العيلة كلها. وليش عم تحاكيني؟ مو حضرتك يلي كنتي آكلي راسي، عطيه فرصة، عطيه فرصة وهي عطيناه. احكي هالحكي لابنك يلي خجلني قدام يلي بيسوى ويلي ما بيسوى ووطالي راسي. بترجاك، بس كمان إنسان مو معصوم عن الغلط. كم غلطة صاروا يا خانم؟ لك ما عاد ينعدوا. أصلاً ابنك كله غلط بغلط. لا تحكي هيك، ببوس إيدك. ما بيجوز من الله يا برهان تعامل ابنك بهالطريقة. عود احكي معه. خلص تركيه، لا تعذبي حالك. إذا بجيب له لبن العصفور ما بيعجبه. طول عمري ما قدرت أكبر بعينه، ومن وقت كنا صغار وأخي أحمد هو الكل بالكل. علامات أحمد بالمدرسة كانت ممتازة، أحمد فات على الجامعة، أحمد صار مهندس. بس كمال ولا شيء، ولا شيء. كمال شو ما ساوى بيطلع غلط. بابا ما كان عنده غير ولد واحد، هو أحمد وبس. مشان هيك لا تعذبي حالك معه. والله الولد معه حق يا برهان. صحيح، لأنه أحمد بالزمانات ما عمل خاطر لكلامي، محيته من حياتي، بس كأني قمت قطعة من قلبي يا خانم. كانت غلطة وما بيصير تعيدها هلأ، هيك رح تخسره هو كمان. برأيي إنه نحدد تحركاتنا خطوة بخطوة حسب الجدول اللي قدمته الست شهرزاد، ولهيك رح نضطر إنه نعمل خطة عمل بعيدة المدى. إذا بدكم منجهز اليوم أول مسودة. شو رأيك ست شهرزاد؟ هذا ضمن مجال خبرتك أنسة زينب، بظن إنه أنا ما رح أقدر فيدك بأي شيء. وهلأ يعطيكم العافية.
ما في داعي تتعبي حالك أكثر من اللزوم، لسه الطريق طويل. تصبحوا على خير. وأنتي بخير. طيب تصبحي على خير. وانتي بخير. تصبحي على خير. وانت بخير. التاكسي ما وصلت؟ ما في داعي للتاكسي ست شهرزاد، سيارتك اليوم الظهر وصلت. طيب كرم بيك قال لي اعطيكي هذا المفتاح. شكرا لك. نادي لك لشي سائق اذا ما بتعرفي تسوقي. لا انا بسوق. تصبحي على خير. وانت بخير. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير. وانت بخير. إذا وقعت بالحب اوعى تضعف وتسلم مشيتك للريح تغرب. اوعى تغرق يا كرم، لا تضعف. فردوس عادي شوي. بصراحة سمعت حديثكم من دون قصد أنور بيك. تفاجأتي فيه ما؟ أنا ما تفاجأت. لا تزعل منا، بتضل أمك، لابد ما تنصلح الأمور. ما بعتقد. أمي عندها عقدة من اللي عمله أبي بزمناته. أبي تركنا لحالنا وراح، حب وحدة تاني غير أمي واختار إنه يبعد عنا. بس هو ما بعد عنكم. بس طبعاً بعد عن أمي. أنا ليش لأدفع الثمن؟ من كتر محبتها لإلي عم تخنقني وتحاصرني. بركي الست فريدة خايفة تفقد مكانتها عندك، مشان هيك ما بدي يعني حبه يتزوج. ما بعرف. أمي بتعني لي كتير، بس شو ساوي؟ مع الأسف ما في شي عم بينسيها غلطة أبي. ما بعرف. طيب كلك شي لأمي؟ مالي نفس. لسه ما اجت التاكسي؟ طلبناها بس بدك تنتظري شوي. يا الله ليش؟ تصبح على خير. وانت بخير. شو ما لقيتوا سيارة لضيفتنا؟ بدها شوي لتوصل. مو مشكلة بنطر. لا ما بصير هيك، تأخر الوقت. خليني وصلك. تصبحي على لا خير. لا ما في داعي تعذب حالك. وانت بخير. لا لا ما في عذاب، تفضل. الله معك. يعطيك العافية. شكرا لك.
أنور بي؟ أنور شهرزاد. أنور وبس. وينك؟ لشو هالسؤال؟ قلت لحالي إذا بتكوني بشي مكان قريب ممكن شوفك. أنا محتاج شوفك. إذا سمحتي. تأخرتوا بالاجتماع. الست شهرزاد قدمت معلومات كتير مهمة، وهي لسه كمان ما سمعنا الأنسيمونة. تتعرفي عليها بالاجتماع الثاني. مساء الخير. يسعد مساكي. شكرا كثير لانك اجيتي. عفوا. تفضلي. شو تشربي؟ معي وقت اشرب قهوه بس. لا تقلقي، ما راح اخذ كثير من وقت كنان. بعد اذنك فنجان قهوه. تكرم عينك. اكيد ما راح اقدر اخذك من كنان حتى لو عشنا انا وانت تحت سقف واحد. رجعنا لنفس الموضوع؟ هالموضوع هذا أهم شيء بحياتي شهرزاد. معك حق، لو بتعذبيني ألف ليلة معك حق، بس قلي لي إنه عقوبتك رح تنتهي بيوم. أنور بيت، اتفقنا تنادي لي أنور بس إذا سمحت. ماني عايشة لإلي وبس أستاذ أنور، عايشة لإبني. بعرف. ما فيني نادي لك أنور وابني ما عم يتقبلك. طيب خلينا نخطي خطوة، خطوة بس. أول خطوة تعطي هي لكنان. خذله ياها انت بنفسك. ليش لا؟ غريبة انه صاحب شركة بناء يكون عايش باليخت. ليش؟ لانه كل وقتك بالابنية والانشاءات، فكيف ترجع بتنام مكان عايم بالبحر؟ ايه صحيح انا بشتغل بالبناء، بس مو ضروري معناتها اكون عايش ببناية. انا كتير بحب البحر وبعشقه، واليخت هو بيتي. وهو آلي؟ ياخد شراعي. اوه بتحبي تشوفي؟ يعطيك العافية منى. الله يعافيكي. إن شاء الله ما تكوني تغديتي، عملت لك أكلة هندية تعلمتها من رفيقتي اسمها جوانا، كانت رفيقتي بالسكن لما كنا بلندن، لشوف إذا رح تعجبك. شو صاير؟ مهتمة فيني؟ إلك كل هالمدة عندي ولا عملتي لي حتى كاسة شاي؟ هلا عن جد أنت تغيرتي ولا عم تعملي هيك بس مشان تضلي هون؟ قصدك أنا ما بحبك ما هيك؟ ملك بترجاكي تركيني. خلص بقى. خلص حبيبتي انا اسفه عن جد مو قصدي، خلصنا بقى. لا تواخذيني طلعت من تمي هيك، انا مالي متعوده تعملي هيك شغلات حلوه معي.
منى أنا تغيرت، مالي ملك القديمة، خلص صدقيني. مصدقتك، والله مصدقتك ومبسوطة. خلصنا، كنت عم بمزح معك. خلينا ندوق طبخك، يلا امشي. ريحتها طيبة كتير. من وين تعلمتي كل هالشغلات ملك؟ والله ما انك قليلة. تفضلي، بس ديري بالك انتي طالعة. ايوه مبين الشغلة بتدور. لا لا، ليش مسميه سوريا؟ على اسم ستي. عن جد اسم ستك؟ ليش؟ لأنه ستي سوريا أنا كتير بحبها وهي ربتني، مشان هيك سميته على اسمها. طيب إذا كنت بدك تسميه هلا، شو رح تسميه سوريا كمان؟ بظن ما عم تستني إنه قلك رح سميه على اسمك. قلت بجرب حظي. الرقم المطلوب غير موجود في الخدمة حاليا. لمين عم تدقي؟ لكرم بيك، كنت بدي خبره مشان الاجتماع اللي عملته مع العمال. صباح الخير ست شهرزاد. صباح النور. جبت لك الخبز والجرايد، بدكم شي كمان؟ لا يسلموا. رايحة على شغلك؟ اطلب لك تاكسي؟ لا تعذب حالك، جبت سيارة. ألف مبروك، تركتيها بالكراج؟ الله يوفقك. عن إذنك. ناريمان وكنان فوق، دير لي بالك. لا تاكلي هم. لازم تضلي مرتاحة ست شهرزاد. ولا يهمك، أنا رح أبقى معها هون. شكرا كتير. العفو، معافاية إن شاء الله. شو حاسي هلأ؟ طمنيني. هلأ منيحة كتير الحمد لله، لما شفت الدم خفت. شهرزاد. مرحبا. شو صار؟ ما بعرف شو صار، في واحد قوص علي. مين؟ ما شفتوا شو؟ ست شهرزاد حظها حلو أنور بيك، رصاصة جرحت ركبتها جرح بسيط. يعني؟ كان ممكن تتمزق الركبة، بس الحمد لله الله ستر. عم نعطيها مضاد حيوي مشان ما تلتهب، وهلا رح نغير على الجرح بعدين منخرجها. عفوا دكتور، اللي بصراحة مثل ما قلت لك وضعها كتير منيح، شغلت كم يوم وبتطيب. متأكد؟ لا تخاف أنور بيك، وضعها منيح. طيب والشرطة أخذت إفادتها؟ إيه، وما حيوصل شيء للصحافة ولا يهمها، لا تاكل هم. طيب شكرا. صحيح أنور بيك،
لازم تجيبوا هاي الادويه. ماشي شكرا. موجوعه شي؟ اي والله موجوعه. رايحه اشرب قهوه، جيب لك معي شي؟ لا يسلموا ايديك. طيب. أنا آسفة إنه مونة اتصلت فيك وعذبتك بالجاي لهون، مثل مو شايف ما في شي خطير. شهرزاد قلقت كتير، خفت يكون صاير لك شي. يعطيك العافية يا بيا. أهلين. ممكن تبيقني تفاهة وحدة؟ ايه تكرمي، تفضلي. خالي ناريمان، هل كنت تصبي لي كاسة حليب؟ تكرم عينك حبيبي. كنان، ما مين عم تتصل؟ أنا عم بتصل مع ماما. ليش؟ مشان نجيب لي دفتر تلوين وهي جاية على البيت، لأنه اللي عندي خلص. أمك طلع قبل شوي حبيبي كنان. طيب خلينا ندق على الموبايل. خلينا نوفر مصاري. أمك راح توصل على شغل بعد شوي ومنتصل فيه على الأرضي. منيح؟ يعني هيك منوفر على ماما؟ إيه طبعاً. أمك قام يشتغل كتير مشان يجيب مصاري، ونحنا ما راح نتصل مشان نوفر عليه. يلا اشربي حليب. ألو أنوار، لا فايق بس تأخرت على الشغل. أنوار شو عم تقول؟ من إمتى؟ وشلون صار هيك؟ مين هاد؟ شلون يعني ما بتعرف؟ طيب أنتوا هلا بأي مشفى؟ طيب أنا جاي فورا. صباح الخير. قديش الساعة؟ لازم نطلع فورا. قومي البسي ثيابك. بس لسه كتير بكير، أنا نعسانة. شو ما سمعتي شو حكيت؟ لازم نطلع هلا. شو عم يصير؟ ليش مستعجل؟ شو يعني؟ كيف هالحقير بيهددها لشهرزاد وأنا ما بعرف؟ ليش ما خبرتوني؟ شهرزاد ما شالت الموضوع من أرضه، وأنا كمان نفس الشيء، لأنه هي التهديدات بتكون فاضية بالعادة. أنتي وشهرزاد أغرب من بعضكم، كيف يعني تهديدات فاضية؟ ليش ما بتاخذوا الأمور بجدية؟ كان لازم تقولوا لنا. هذا اللي صار. ناريمان كنان قاعد بجنبك؟ إيه، ليك قاعدة بجنبي. عم نلعب سوا. شو في؟ اليوم لا تطلعوا من البيت بنوب. ليش؟ الجو حلو برا. خلص ناريمان لا تطلعوا بس. شهرزاد في شي؟ كمان لا تقربوا من الشبابيك. شو صاير شهرزاد؟ انت منيح؟ اي منيحة، بتصل فيكي بعدين. ماشي منى حبيبتي، بدي اطلب منك خدمة ممكن تساويها؟ اي طبعا. فيكي تروحي تجيبي لي كنان اللي عندي لهون، ما رح ارتاح لشوفه بجنبي. طيب هلأ بروح بجيب. استني شهرزاد، خلي ست ناريمان كمان تجي معه. اي بس ما بنعرف شو ممكن يصير. هلأ الشوفير بجيب كنان والست ناريمان لهون، بعدين بياخذون على بيتي، وانتي كمان بس تطلعي من هون تجي لعندي. لا أنور بيك ما بيصير. شهرزاد لازم تبقوا بمكان آمن لحتى تنحل المشكلة، وبيتك مو آمن بهالوقت. أنور بيك ما فيني. لا تنسي انهم قوصوكي قدام بيتك، بركي صار شي لكنان. أنا باخذ كنان لعندي، هيك أحسن شي.
هلا منروح منجيب كينان وست ناريمان لهون وبعدين منروح كلياتنا على بيتي انا، شو رايك؟ بس ما منتقل عليكي. شو هالحكي حبيبتي؟ شكرا منى، انا ما رح انسى لك هالمعروف بعمري كله. لا تحكي هيك. طيب انا رايحه اجيبهم، حاحكي مع ناريمان مشان خبرك. طيب اجا سيد ظافر؟ طيب طيب هلا بشوفكم، انا بالطريق. لقدام شوي في موقف تكاسي، بتاخذي وحده وتروحي. معقول تنزلني من سيارتك بنص الطريق وتخليني اخذ تاكسي؟ خير شو صاير؟ هون منيح؟ هلا هيك الاتيكيت عندكم كرمبي؟ زينب لو سمحتي. ماشي رح انزل، بس مو الحق عليك، ما كنت مفكرتك هيك ابدا. ماشي خلص زينب الله معك. تقطع عمرك. حدد المهندس اللي بتشتغل عندي وبعت له عقد وقال له خدي نسبة 5% وقع عليه. شهرزاد رفضت، قام بعت له واحد أزعر وقوص عليها. لا حول الله، بس أنا بعرف كل شيء عن شركتك. الشيهات أكبر بكتير من حسين وجماعته. غريب، هي مو من تصرفاتهم بنوب. بس هيك تصرفوا. ظافر، عم قل لك حسين هددا، إذا مسكته بين إيدي رح أقتله. شو أنور؟ فهمني شو اللي صار معكم؟ ما بنعرف شي يا كرم. يلي بنعرفه انه شهرزاد تلقى التهديد وبعدين قوصوا عليها. تهديد شو؟ من مين؟ اسمه حسين دومان من شركة تيك، كان عم يضغط عليها مشان تعطيه شغل بمشروع دبي. وكيف شهرزاد هلأ؟ الحمد لله منيحة. أنور، خلينا نتأكد أول شي. نتأكد من شو يا ظافر؟ هذا زلمة وسخ. انت جيب لي عنوانه وخليك على جنب، انا بعرف شغلي معه. انور اهدى شوي شبك، خلينا نتأكد انه هو اللي عاملها. ليش في غيره يعني؟ من وين اجت الطلقة؟ ما بعرف كرم بيك، اول شي سمعت صوت المسدس، بعدين حسيت بوجع برجلي وصرت انزف. مين ممكن يعمل هيك شيء؟ ظافر لسه برا؟ موجوعة؟ شوي بس نعسانة كتير. نامي شوي، انت لازمك نوم. انا ليش لساتني بالمشفى؟ عن جد ما فيني شي، خليني روح. رح طالعك خلص، بس استني شوي، الدكتور قال فيها نخرجك المساء. شهرزاد، هذا الزلمة اللي اسمه حسين دومان عن جد هددك؟ منى قالت لك؟ شو قال لك؟ عم فكر ببالي اسم. مين هو؟ ما بعرف، بس هديك المرة شفت صلاح طالع من شركتكم وأنا جاي، ما استنضفت جيته. بنوب. أنا ما فكرت إنه الموضوع جدي، في كتير عالم عم يدقوا لزملائنا ويهددوهم مشان الشغل، بعدين إذا صرت فكر بهي التهديدات كلها شلون بدي أشتغل؟ بس كان لازم تعطيني خبر. ايه بس شهرزاد، بركي صار لك شيء. فكرتي فيني؟ شو كان صار لي؟ ما كنت تحملت ابدا. انور عاوزك شوي.
شوفي نامي انت، انا هلا بجي. ايه دخيل قلبك قديشك حلوه، ان شاء الله بتكبري وبشوفك عروس يا عمر التيتي. اسم الله عليكي اسم الله عليكي. مش رجعت مرت عمي؟ روحي شلون لك كان؟ اكيد بتكون جاعي حبيبتي. اليوم ان شاء الله احسن. الحمد لله الادويه فادتني، صار لي زمان ما نمت وقت طويل. مرت عمي هاديه. خدي حبيبتي يا روح قلبي. بتكون نعمت ساوت للببروني؟ نعمت؟ شو صار بالببروني؟ ليكي اجيت اجيت. اها ست فتون تفضلي هاتي. تحت ابنك حبيبتي تحت ابنك لشوف. هاي كاسة الزهورات. يسلموا. انت عم تفوتوا على الانترنت مو؟ ايه عم شوف شوية مواقع نوادي للدردشة. عن جد برافو عليك. طبعا يا حبيبي على هالقصة. يا أنور شركة تيكا صغيرة كتير، هدول بيغروا المهندسين بنسبة منشان يعطوهم شوية شغل، إذا ما وافق المهندس بيهددوه بس ما بيعملوا شيء. هاي القصة وراها ناس مو سهلة أبدا. يعني أنت بدك تقلي هذا الزلمة ملاك؟ لا بس ما نخصمنا. أنور زيارة صلاح لشركتكم ما كانت بريئة أبدا. خلينا بفكرة جليل وتركنا من حسين تبعك. جليل هو اللي بيتعامل بهذا الأسلوب. الموضوع لكان له علاقة بالمناقصة مشان يضغطوا علينا. هي جاية للست شهرزاد أوليا أغلو. مين اللي جابهم؟ ما بعرف أستاذ، يلي كانوا على الباب هن استلموها. مين اللي بيعرف إنه شهرزاد هون بالمشفى غيرنا؟ لا أنا باخذ. نحن ونا. مين بعدها؟ جليل قرباش. اللي عم اشوف هالوقح شوف. الحمد لله على سلامتك جليل قرباش. يعني عم يقول انا اللي عملتها بكل وقاحه.